حلبة صنع يمني 100%. يعني هل أن نستطيع أن نقول نحن كمواطنين يمنيين أن بطولة اليمن للملاكمة العالمية للملاكمة العربية ستكون ماركة مثل بطولة ويمبلدون بطولة رولان جاروس؟ طبعا نحن شكرا لك عن هذا السؤال. نحن عمدا أطلقنا اسم بطولة اليمن العالمية للملاكمة العربية تتماشى مع الحوار الوطني ودعم للحوار الوطني. طبعا أنا أشكر كل أساس اليمنيين، أشكر كل شرفاء اليمن وكل الوطنيين اليمنيين الذين فهموا بأن نجاح تطوير اليمن ونجاح اليمن ومستقبل اليمن لابد من نجاح الحوار الوطني. واليمنيين في الواقع كانوا أذكياء. أنتم رأيتوا الربيع العربي، اليمنيين فهموا الربيع اليمني، وضعوا السلاح في البيوت، عفوا وضعوا السلاح في البيوت ووضعوا العنف وإلى آخره، والتفوا حول الحوار الوطني لإنجاح الحوار الوطني. طبعا الحوار الوطني تحدى كل الصعوبات، والآن الحوار الوطني في طموحات الشعب اليمني. وأنا أحيي كل الشرفاء في اليمن وأحيي القبائل اليمنية لرجوعهم إلى الحوار الوطني، لأن الحوار الوطني هو بناء اليمن، بناء اليمن المستقبل. واليمن هي منبع الحضارة العربية ومنبع العروبة ومنبع الأصالة، ونحن نعتز ونفتخر بكل يمني وباليمن ككل. أعتذر منك أستاذ الهادي السديري رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة العربية لضيق الوقت، ونتمنى مثل ما كانت اليمن قدمت تجربة فريدة في التجربة السياسية والخروج من الأزمة التي مرت بها، نتمنى كذلك أن تكون بصمة في الرياضة وخصوصا في الملاكمة العربية بإقامة مثل هذه البطولة. طبعا هذه البطولة ستكون لها تنظيم مشرف. أنا أشكر كل اللجان التي تشتغل ليل ونهار لإخراج هذه البطولة بالشكل المميز. إضافة إلى ذلك فيها العديد من الساسة الأوروبيين، في سيناتور من بلجيك سيحضر هذه البطولة وداعم الحوار الوطني برسالة رسمية، وكذلك برلمان بلجيكي ونائب محافظ باريس وداعم كذلك الحوار الوطني، وهذا ليس من فراغ، وهذا سيكون شرف لنا نحن اليمنيين. إذن الأستاذ الهادي السديري رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية، نشكرك جزيلا أنك أتحت لنا فرصة نحن نأخذ معك هذا اللقاء في برنامج أحوال الرياضة. مشاهدينا الكرام، باسمكم نشكر الأستاذ الهادي السديري رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية، ونعود بعد هذا الفاصل مع الزميل إبراهيم الشرعبي لاستكمال بقية فقرات البرنامج. بدون فترة استعدادات كافية، المنتخب المدرسي يغادر للمشاركة خارجيا. مرة أخرى أهلا بكم. غادرت اليوم بعثة المنتخب المدرسي لكرة القدم إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية المدرسية وسط شكوك في تحقيق أي نتائج لها لقصر فترة الإعداد للمنتخب. بعد أن تخلف المنتخب المدرسي لكرة القدم عن المشاركة في البطولة العربية المدرسية الماضية، عادت هذه المرة إدارة النشاط الرياضي من بعيد لتجهيز منتخب مدرسي، ولكن بالشكل السفري إن صح التعبير، كون إعداد المنتخب جاء متأخرا وتحديدا قبل انطلاق البطولة بأسبوعين والتي ستقام بدولة تونس. كان التأجيل هو من الوزارة، نتيجة ما كان يعني مستعدين هذا الأمر، فكانوا يأجلوا. كنا من قبل رمضان عام مستعدين، من قبل رمضان يمكن بشهر كنا متهيئين بالهيئة الفريق، لكن بعد رمضان قالوا لابد من السفر ولابد من إعداد الفريق. العجز المالي الذي يطال كل الأنشطة الرياضية والشماعة التي تعلق عليها كل الإدارات الرياضية، حتى وصل أيضا إلى إدارة النشاط الرياضي بوزارة التربية والتعليم، ليتساءل البعض إذا من يمتلك المال؟ تأخر هذا بسبب المال، يعني بتأخر المال من وزارة الشباب ووزارة التربية، وسبب العائق للتأخر المعسكر.
تم اختيار المدرب الوطني محمد الزريقي ليقود مهمة تدريب المنتخب في هذه البطولة، أما اللاعبين فقد اقتصر اختيارهم على بعض من الأندية والمدارس والمحافظات المحدودة. الأسبوعين طبعا تعتبر فترة ضعيفة، حاولنا من خلالها تكثيف الجرعات التدريبية، محاولة إلى وصول جاهزية بدنية، محاولة إلى رفع الجاهزية الفنية للاعبين. نحن واللاعبين بنشتغل بشكل دؤوب ومستمر، ترى منقصر، لكن ان شاء الله نحن بنكون قد المسؤوليه. هذه امكانيات وزاره التربيه اصلا، ان شاء الله نحن بنوعد الجمهور بكل حاجه ان شاء الله، ان شاء الله يعني راح نقدم مستوى غير عادي. ترددت كثيرا وزارة التربية والتعليم بقرار المشاركة في هذه البطولة، واتضح ذلك من خلال سلسلة التأجيلات لإعداد المنتخب حسب كلام بعض الفنيين، لكن في الوقت بدل الضائع كان القرار بالمشاركة، فكيف ستكون مشاركة منتخبنا؟ صفوان النمري، أحوال الرياضة. الكريكت اللعبة الشعبية الأولى في الهند تمارس الآن في اليمن، فعدد من أعضاء الجالية الهندية تقوم بممارسة اللعبة صباح كل جمعة في إحدى باحات جامعة صنعاء، وهي لعبة تقترب كثيرا من لعبة الجولف، ويأمل الهنود إقامة بطولة للكريكت في اليمن بهدف نشرها. هنا في هذه المساحة الصغيرة التي لم تتجاوز عشرات الأمتار من جامعة صنعاء، يمارسون أبناء الجالية الهندية لعبة كرة الكركت المحببة إلى نفوسهم، حيث احتلوا بها المركز الأول عالميا رغم الأدوات المتواضعة التي يمتلكونها في مجال هذه اللعبة، والمتمثلة بكرة صغيرة جدا وضراب لم يتجاوز النصف متر، مهمته الدفع بالكرة إلى الأماكن المختلفة في أرجاء مساحة الملعب. ما دور أنا صديق كله هنا كريكت بعد تيم 11 لقطة 11 وان في بول وان رجل هذا بات بول بعد أوفر 6 بول. يقول أحد المشاركين الهنود: نأتي إلى هذا المكان كل جمعة بعد أن يحط الإعياء الذي يرافقنا طوال الأسبوع رحاله دون رجوع، إلا أن ممارستنا لكرة الكركت يذهب عنا كل هذا التعب والإرهاق، ونشعر بالسعادة والاعتزاز تجاه اللعبة. كل جمعة أنا موجود، أنا صديق 20 نفر، ممكن 20 25 كله يجي هنا، بعدين شغل على طول في اثنين شريكة، سواء تيم شريكة، أوكي اثنين تيم، بعدين في شغل ضرب على طول، أوكي في كرة، في واحد كرة، في ضرب على طول، أوكي هذا كريكت، اسمه كريكت، هذا كريكت. الهند حصلت على اللعبة المركز الأول عالميا، اسمه هذا كريكت أكيد. يلا بعدين في إيش، بعد ساعة اثنين ساعة في على طول في كريكت. هذا الإبداع والتميز الذي يسطره أبناء الجالية الهندية في هذا المكان من خلال هذه اللعبة الأنيقة، هل سيصل إلى ملاعبنا ونشاهد في قادم الأيام شبابنا يمارسون هذه اللعبة؟ نتمنى أن يتحقق ذلك. رفيق السامعي، أحوال الرياضة. مشاهدينا، الآن نبقى مع أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف الرياضية من كتابات ومقالات رياضية. البداية مع صحيفة ماتش، حيث يطالعون العنوان التالي: ناشئ الطائرة، انتصارات مزيفة. المتابع للنتائج التي يحققها المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة في البطولة العربية التي تستضيفها تونس هذه الأيام سوف ينبهر ويندهش في آن واحد من ذلك التفوق الصريح على مدارس اللعبة في الوطن العربي كالجزائر والكويت والعراق، وليصعد على حسابها برفقة المنتخب التونسي إلى دور الأربعة ليقابل منتخب البحرين بطل النسخة الماضية، وليس بعيدا أن يتجاوز أبناء المنامة ويلعب نهائي البطولة، وربما الظفر بها كما فعل سلفه منتخب 2008 في سوريا، والكل يعرف من مثل ذلك المنتخب حينها من لاعبين جلهم أساسيون في دوري النخبة مع أنديتهم من مواسم عدة، واليوم يتكرر نفس السيناريو ونذهب بفريق إلى تونس تجاوز لاعبوه السن المحدد للمشاركة في البطولة بكثير. ويضيف الكاتب محمد: المسألة أصبحت مهزلة كبيرة وتتطلب وقفة جادة من المسؤولين على الرياضة في البلد، فتزوير الأعمار يعتبر غشاً ومغالطة لا تقبل بها أنظمة ولوائح المسابقات والبطولات الإقليمية والقارية والدولية،
وتترتب عليها عقوبات تصل إلى غرامات وحرمان من المشاركات، ناهيك عن السمعة غير الطيبة لرياضة هذا البلد أو ذاك. أما في الملحق الرياضي لأخبار اليوم فقد اخترنا العنوان التالي: عندما يتحول الفساد إلى مستبد والبطل إلى مستعبد. أثارت صورة بطلنا الآسيوي علي حيدر لاعب كمال الأجسام الذي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً كبيراً وواسعاً من قبل عامة الناس، وهم يشاهدون بطلاً آسيوياً يمني الجنسية أصبح يقتات رزق يومه في عربية بطاط وأمام وزارة الشباب والرياضة الذي لم تعره أي اهتمام ولم تعطه أي احترام. ومجرد نشر الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت بشكل كبير في المواقع الإلكترونية ونقلها الكثيرون مع تعليقات لاذعة تنتقد وتهجو وزارة الشباب والرياضة بشكل كبير، وتحمل الوزير الإرياني السبب لما آل إليه الأبطال من معاناة لم يحرك لها في وزارتنا الرياضية أو قياداتها أي ذرة من الخجل أو المسؤولية تجاه حالهم هذا. الصورة كانت معبرة جداً حيث أثارت في نفوس الجميع السخط والغضب لما يعيشه هؤلاء الأبطال، ولم تثر في وزارة الشباب والرياضة إلا الحقد والسخط، حيث بادر أحد الموظفين المقربين من وزيرنا المبجل بالتعليق عليها مستخدما فهلوته ودبلوماسيته: وكم نحسده على ذكائه الخارق هذا ونرثي لحاله. صاحبنا الموظف على الفور تحمس وقال عن اللاعب علي حيدر إنه يبيع البطاط باب الوزارة قبل أن يمارس لعبة رفع الأثقال، أي أن مهنته ليست جديدة عليه، فاللاعب المذكور لم يتعرف على اللعبة أو الرياضة إلا من خلال بيع البطاط باب الوزارة، حيث تعرف على مدربي اللعبة وقرر ممارستها. انتهى كلامه. محب الرياضة، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أحوال الرياضة، حتى الملتقى. هذه تحياتي وتحيات طاقم البرنامج، أستودعكم الله وإلى اللقاء.